طلبوا من الخرطوم نبعث لهم بالدي اتش ال نسدة الزينة اذا بتدفعوا ايه؟ تبعتوا لهم وحده ببلاش ليش بقي فيه؟ ما بقى فيه خلص خلصوا كلهم راحوا تبخروا. شو عنا اليوم؟ عنا مانجو لاسي؟ اليوم عنا مانجو لاسي، هيدا درينك اسمه من الاساس لاسي، هيدا تراديشنال درينك بانديا. اتس ان انديان درينك يوجوالي بيبقى لاسي مقسوم ل 2 تايبس، في عنا واحد سكري واحد صالي. بينعمل من اليوغر من المي ومن ال شو بسمون مش هيربس بهارات ابيس ابيس ايه ابيس اون يو ابيس الاير بيس. وفي تاني فيرسيون بتنعمل بسكر، دايما في عنا لبن، هيدا درينك اباز دو ياورت. هون انا عندي الياورت تبعنا، جبت البلين اوكي وجبت بمانجو، لان انا اليوم بدي اعمل مانجو لاسي، اكيد رح تكون سكري تن اول تعمل تلمع. مزبوط صح أوكي. اكيد رح تكون سكري مانا صغيرة يعني عندنا دبل تيستينج اليوم. مزبوط ستيفاني، عندي الاكشوال فروت اللي هي هون المانجو، هيدي بدنا نقصها، وللغارنش عندي كيوي. والموسيقى كمان عندي مزبوط صح أوكي. اليوم ماشيين تن انديان. لكن انا بالاول شو بدنا نعمل ستيفاني؟ بدنا نخلط الحليب مع اللبن اوكي. شو الكوانتيتيز؟ بدنا نستعمل هيدي العلبه اوكي، هيدي 125 جرام اوكي، وبدنا نحطها بقلب البلندر تبعنا اوكي تنخلط معها حليب اوكي. هيدا درينك شوي بين مثل سمودي شوي اوكي، منه كثير يعني ما منه درينك ايه يعني درينك هيدا ومنه الكوليك، منه الكوليك ابدا. هول الجمعتين عم نعمل درينكس مش الكوليك، لانه كمان طلبوا مني في كثير ناس على تويتر طلبت مني نعمل درينكس مش الكوليك هالجمعتين ايه، هديك الجمعة كمان عملنا درينكس اكزاكتلي يعني بيستلذوا فيها وبما انه كمان الصيفية بعد ما خلصت اوكي عندي اتليست رح نحط 1 شوت اوف ميلك شوت ونص اوكي شوت ونص مزبوط وبنخلطهم مع بعض هي بالاول اوكي بدنا نغطي هذا وتشك اكزاكتلي exactly. بس مش على فول باور لا لانه اذا حطيناه على فول باور بنحطها على الوان عنا يعني فول باور شو بيصير ستيفاني؟ بيطلع كل اليوغرت لفوق فوق فوق بنقعد ساعة تيرجعوا ينزل اليوغرت يعني بدنا نشتغلها على الناعم لهيدا الدرينك لانه ايفنشلي كلهم عم يطلعوا مثل ما شايفه على النواعي ايه هلا اللي بدنا نعمله نرجع نفتح هون اوكي ما شايفين خلطوا مع بعض عم نشم ريحه اليوغرت على مانجو اكزاكتلي هلا اللي بدنا نعمله ستيفاني بدنا ناخذ عسل هون عندي عسل بدي احط شوت من العسل اوكي طويله شوي القصه لانه ليكوا العسل التكستشر تبعه كيف هذا عسل اكسترا هيدا ايه هيدا بيور اليوم كالوريات يا ماما يعني تقليك شغله فضلت احط عسل على اني احط سكر شيء ناتشرال اكثر من انه شيء مكرر احسن صح يعني شوف هلا شو عم بيصير يا لطيف كيف بقى نقطشها؟ اوكي برافو هلا بدنا نرجع نفضيهم هلا بدنا نفضيهم بدي استعمل اكيد الملعقه طبعا شوفوا التكستشر عن جد شو طلعوا بس كيف عم ينزلوا بدها وقت القصة شوي بدها شي دقيقة تنزل شوت لا لا رح استعمل ملعقة تنزلوا أسرع فضلت يعني يكون كله ناتشورال لأنه الفروت كمان عم بيكون ناتشورال حطينا العسل نكست ستيفاني بدنا نستعمل
المزهر، عندي مزهر هون. اوكي. بدي احط تقريبا مش انجح يعني نص ملعقة كبيرة يعني أو ملعقة صغيرة، اوكي؟ انجح بس تيطعم. هذا شو حطيته شو عم بيصير؟ بنحط هالقد اوكي؟ مش أكثر من هالقد ستيفاني. اوكي هيدي نص ملعقة أو ملعقة صغيرة. اوكي هلا بدنا نحطهم بالبلندر تبعنا. اوكي. بدنا نرجع نخلطهم. الآن. لحظة هلا لونه رح يتغير أكيد لأنه مثل العسل على قلبه. خلينا نشوف مين هو اللي شو عم يصير على تويتر. يلا أنا كمان رح أجيب تويتر. شو عم يصير على تويتر؟ يلا كأنها تيما. سلم عليك لنلون إلسا سيلين رشا لنلون الجديد. اوكي عم بيقولوا it looks delicious. خلينا نكفي شوف شو عم بيصير. شو مبين عندي هلا ستيفاني؟ بدنا نستعمل نص مانج. اوكي كيف مانج بوكو جوت مانج. اوكي لاحظوا المانج شو حلو لونه لانه هيدي نسبيه. اوكي اليوم بدنا نقول لها هابي بيرثداي لتينا. اليوم عيد ميلادها لتينا. كنت مقرر اقول هيك ونسيت. عجقنا بهالمانج. هابي بيرثداي تينا. هابي بيرثداي عقبال المية يا رب. اوكي بنقصهم كيوب. بدنا نزيدهم على البلندر تبعنا. اوكي. هلا طلع ستيفاني شو بده يصير. نقلبها على هذا الشكل. اوكي بس بدي اشيل كيوب واحد حطه على جنب. هذا الجار مش معي. هلا اللي بدي اعمله رح زيد هون نقصهم مثل ما شايفين. نلحق الكيوبز اللي قصيناهم. اوكي بعد عنا هيدي الميله. حبيت الموسيقى كيف عرفت تقول لنا موسيقى بالستوديو؟ ايه اذا الستوديو بكون بعد هابي ميوزك حسا صح اتس فيري ابليفتنج. اها صار عنا ميوزك. ها هلا هيك احلى من الاول. We're going indie today. يس هلا بدي كبها للماوس للقشرة. بغطيها بتغطيها بس قبل لحظة بس دقيقة بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نزيد الثلج. اوكي اوكي كم وحدة؟ بدنا نحط تقريبا ستة. صاروا؟ صاروا سبعة مشي لك اياها سبعة هلا فول باور ستيفاني. بدنا ننطر شوية وقت بهيدا الوقت بدها وقت يعني نتركها تنقصه مضبوط ونحطه ببعضه. بهيدا الوقت رح نصل كيوي للجارنش. ما عم يسمعوك عم تسمعونا. كيف حلو الموسيقى كل الكيوي. هاي ده كل الصار. توشنا. توشنا. طيب هلا اللي بدي اعمله ستيفاني بدي اقص بدي شم انا. ايه صارت ريتش المانجو لانه صح لانه حطينا كمان يوغرت على مانجو. هلا عملنا نحن رونديل تخينه من الكيوي اللي بدنا نعمله بدنا نقص الاطراف تبعتها نعملها سكوير. اوكي اوكي شو ما شايفين هلا نعملها كاري. صار عندي سكوير.
هيدا رافي، هيدا رافي عم يرقص عم يتسلى. صار ايجيبشن رافي بطل صار عم يرقص على ووك لايك ايجيبشن. لكن هلا ستيفاني بدنا نعمله، بدنا نزيد الخليط تبعنا والدين بالكاسة. هلا اللي بدي اعمله ستيفاني، بدنا بس نلقط هيدي المون كمان، هيدي كوكتيل صارت. بنحطها بهيدا الشكل، يا لطيف. دي اباس، بدنا نجيب كردون ناخدها نحطها بالكيوي ونزيدها بهذا الشكل، وبيكون صار عندنا الكبيه تبعنا ريدي. هلا بدي اعطيكي بعد، فيك تدوقيها مثل ما هي، فينا نحط سترو لها او باي. سترو بدي ساعة لاقشره. طيب دوقيها هيك، منها ثيك، اتس فيري ثيك. دوقيها وخبريني رأيك. يا ماما مش معقول شي طيبة. صحتين. المانجو ما بتحس بال هني، بس بتحس بالمي زهر شوي. مزبوط، يعني نكزة كبيرة ما مكسرها. تمام، انا ما بحب تكون كثير ديفلوب في الطعمه تبعها. وعن جد اتس مبين انه اتس انديان. جريت اتس واو جريت. صحتين. خلصت فكره كوكتيل، خلصنا فكره كوكتيل لليوم، خلصوا فقرات ولدان لليوم. قبل ما ودعكم بدنا ننتقل لعند كارن. صباح الخير كارن. بونجور كارن، كيفك اليوم؟ سافا سافا بيان. نهار حفل اليوم، نهار حفل بالكالوريز وبالتيستينج. حفل عند كارن كمان، نهار حفل بالثقافة. خبرينا كارن شو عندك؟ ايه عندي هلا كتاب فرانكوفونيين عالميين وايضا لبنانيين، والليلة من ديال ايضا الساعة 6 رح يكون عندنا لقاء مع كتاب غيرهم. نعم. عم بكون على طول لنا 10 9 ايام اليوم عم نغطي سالون دي فرانكوفون، والليله ايضا الساعه 7 عندي توقيع كتاب جديد. نعم. مون بير لو روا دو موند، ونهار كثير مهم بحياتي، والبابا فوق اكيد مبسوط